عشان يغشوا البنات قال لهم انتوا اسمكم كنداكات. انتوا مش قلتوا حريه؟ خلونا ناخذ حريتنا. طيب قالوا سموهم كنداكات ويجي ويقعدوا وكذا وكذا ما في حاجه. وانا ما اقدر اقول كلام من نفسي، ما اقدر اقول كلام من نفسي، انا ذا اوريك العلمانيين ذا وصلوا الى مستوى من السفه ومن قله الادب ومن نشر الشهوات التي بها ينشر الالحاد. كديب مقطع رقم 7 ده. نعم يا مسيت في البلد ده كان بنتن جلالات فوق في النفق وندق سقطت مع سقطت سابنا من هناك نزل مديت جيت البار يا غاشي لقيت لك العالم ده كله مرق اخر كان لقيت لقيت واقفين هناك دايرين نمشوا ملاوي اصلي انا مشوا ما انا مشوا نمشوا رمى اصلي ماشيين قالوا ماشيين نبيض في البلد اخو تلوم بيض ما انا هنا يا ماجن مزبط الزول قال يا غني ابو طار الدرج قال لنا لو بيضنا هنا لا في فرش لا في معجون لا في نعم علام قنقره طوالي شبكتم لك ام دعاوي البيت فرشه ومعجون نديك شاي الصباح نزقيك وزلابي نجازف لك تلفونك نشحن لك واي فاي نوصل لك ورصيد نحول لك كنداك نعرز لك لو عبد نحنك لك لو عبد نعلم لك ثورة لو عبد نعلم لك ثورة والصفة نترتم لك ثورة وسجارة نقول لك البرنامج ينتجه شفت البنات قلت لك ترى شلون قلت لهم بتحاول بدا تاخذ الرجل نام ونام تلقى زول ما يجي في الشارع يقول لك كم داك انا عارف لو عبد نحلق في الايام دول ما بيتمنى بالسودان يكون بيصير يا امك بلد يكون لا فيهم واسم جنوب كيزان لا اي مصيبه زمان دوله وطن للجميع هرين نبني دوله قانون دوله صناعات دوله كفاءات ما دارين شغل بقول له وزير دوله قالوا زين البيروتي الكتار ده وعسان اللي يشيل اول باتفاق فاتحه على بشر عشان يخطف مرات ما يمر بيحتاج بقوه. طيب الكلام ده قمة في السفه بالمناسبة. أول حاجة هو بيحكي قال إنه لقى بنتين قعدات ورا وفي النهاية قال لهم بيتوا معانا هنا. ما أنا أتناسي بيتوا معاك كيف؟ ما أنت قلت أنا قلت هو ده الفيديو. قالوا والله ما عندنا فرش ومعجون. قال هو قال الشعر الفارغ حقه ده قال في النهاية أغنعهم قعدوا بيتوا. ده كلام أنا ما أعرف ده هو في الدين ده من أبطل الباطل، لكن أنتوا كسودانيين وناس رجال وناس بتخافوا على عرضكم وبتخافوا على بناتكم وما بترضوا الرزيلة والفاحشة في بيوتكم، انتوا رأيكم شنو الكلام ده؟ وهل ده ذاته من سقفة السودانيين الكلام ده؟ والكلمة الفاحشة اللي قالوها دي انه كان ذا كان عريس لك كان أبد العرس نحنيك لك، يعني شنو الكلام ده؟ وماذا يقصد به يا ناس؟ إذا كان أولادنا الصغار الآن في الروضة في الروضة بيقولوا الكلام ده كان ذاك شنو كان أبد نحنيك لك ويضحكوا به وانتوا الآن بتضحكوا. الكلام ده قمة في قلة الأدب نشروا العلمانيين ديل ودخلوا في الناس كأنه وصلوا للمجتمع المسلم في السودان وصلوا لهم بالدريب حبة 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 الأطفال بقوا يغنوا به في الشوارع. يا كلام فاحش زي ده والناس تضحك. يا أخي زمان العرض ده العرض ده زمان سيروا له جيوش جيوش مرة بس تستغيث من يهودي رفع عليها توبة المعتصم يجي قالوا حرك جيش كامل لفتح عمورية جيش كامل لمرة بس عرض جزء من عرضها اتكشف. الليلة الناس بقوا يغنوا بكشف العرض ويتمنوا كشف العرض ومبسوطين لكشف العرض ودارين الحالة تصلح. كيف ربنا يصلحنا يا جماعة ونحن بنحارب فيه إلا من رحم الله بنحارب في الدين إلا من رحم الله.